من هو الرجل اللغز الذي اخترق مكتب شارل ديغول وأمد الثورة الجزائرية بالسلاح؟ من خارج المكان كصورة خارج إطارها، كان مسعود زجار المعروف أيضا برشيد كازا بمثابة صوت الجزائر وممثلها في الخارج. لم يعش كازا في وطنه كثيرا، لكنه حمل الوطن في حقيبته من المغرب إلى أمريكا، ونسج شبكة علاقات مع رؤساء وملوك دول العالم، واستطاع بدهائه اختراق المخابرات الفرنسية والأمريكية، وكان أيضا المورد الأساسي للثورة الجزائرية بالسلاح. في هذا الفيديو نتعرف سويا على الرجل اللغز في الاستخبارات والاقتصاد الجزائري، والذي عمل على امتلاك الجزائر للسلاح النووي. في سانت أورنو الاستعمارية أو مدينة العلمة بعد الاستقلال، ولعائلة محافظة يشتغل فيها الوالد بالفلاحة والتجارة، ولد مسعود زجار في 8 ديسمبر من سنة 1926، وهو العام الذي شهد تأسيس أول الأحزاب الوطنية الجزائرية، وهو حزب شمال إفريقيا، نجم شمال إفريقيا، من طرف المناضل مصالح الحاج، الذي سيكون له دور في نظرة مسعود للوطن الجزائري. وهو العام نفسه الذي شهد انتفاضة عبد الكريم الخطابي بالمغرب، القائد الذي سيلتقيه مسعود زجار فيما بعد ويرسم معه طريق دعم الثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي. كسائر أقرانه، التحق مسعود زوجار بالمدرسة الابتدائية الاستعمارية في سن 6، لكنه ما فاتئ أن غادرها مبكرا ليشتغل بمقهى أقامه والده بوسط مدينة العلمة، وهي التجربة التي كانت بمثابة مقدمة لامتهانه التجارة مبكرا. فقد سافر في سن 10 إلى فرنسا بطريقة سرية، وعاد بعدها إلى مسقط رأسه ليؤسس مصنعا لصناعة الحلويات. مع اندلاع الحرب العالمية الثانية وقيام قوات التحالف بالنزول بالجزائر سنة 1942، كان مسعود زوجار أمام موعد لاكتشاف العالم. إذ يذكر المؤرخ محمد عباس في كتابه ديغول والجزائر نداء الحق، أن مسعود زوجار استفاد من احتكاكه بقوات التحالف من اكتشاف أمريكا، وذلك من خلال تعلمه للغة الإنجليزية وعقد علاقات مع قادة من الجيش الأمريكي، بعد أن أبرم معهم صفقات لتزويد الجنود الأمريكيين بالجزائر بحلوى البرلينغو المصنوعة من السكر ونقيق النعناع البري، ما أدخله عالم المال والأعمال. يضيف محمد عباس أن اشتغال مسعود زوجار بالتجارة وإبرام الصفقات لم يمنعه من اكتشاف عالم النضال ضد الاستعمار، إذ كانت الكشافة الإسلامية الجزائرية بوابة مسعود زوجار لاقتحام عالم النضال السياسي ضد فرنسا الاستعمارية، ليتعرف على محمد دباغين مسؤول حزب الشعب في مدينة العلمة، وتربطه به علاقة صداقة تطورت فيما بعد، ليصبح مسعود زوجار عضوا بارزا وممولا للحزب في محافظة سطيف. سنة 1945، السنة المأساوية بالجزائر، ففي الوقت الذي كان العالم يحتفل بنهاية الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا، كانت فرنسا تحصد في رؤوس الجزائريين الذين خرجوا في 8 ماي للاحتفال بنهاية الحرب والمطالبة بالاستقلال. بارتكاب واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبت في التاريخ الحديث، سقط ضحيتها أكثر من 45,000 قتيل في ظرف أسبوعين فقط. كانت مدينة العلمة مسقط رأس مسعود زوجر، واحدة من المدن التي لاقت الويلات من تلك المجزرة، كما كان مسعود ضحية للاعتقالات التي رافقت المجزرة عفوا، فوجد نفسه معتقلا في معتقلات سطيف، إلى أن أصدر البرلمان الفرنسي سنة 1946 قانون العفو العام بالجزائر. هل كانت الثورة الجزائرية ستنجح لولا مسعود زوجار؟ يذكر الكاتب الصحفي حانفي ناجموند في كتابه قضية زوجار مبيوعة دولة في عهد الشاذلي، أن مسعود زوجار توجه إلى وهران بعد خروجه من السجن، حيث أسس مصنعا للحلوى وانضم إلى صفوف المنظمة الخاصة، وبدأ بنشر ينشط في مجال تهريب السلاح، مستغلا نشاطه التجاري وسفره إلى المغرب في الفترة ما بين 1947 و 1950، غير أن اكتشاف أمر المنظمة كاد ينسف أعماله. يضيف تجمود أنه باندلاع الكفاح المسلح في الفاتح من نوفمبر من سنة 1954، وجدت
الثورة الجزائرية نفسها أمام شح في التموين بالسلاح كاد يقضي عليها في أيامها الأولى، غير أن مسعود زوغار الذي أصبح يعرف برشيد كازا نسبة إلى مدينة كازابلانكا التي بات يتردد عليها كثيرا كان ينسج علاقات وثيقة مع القيادي في الثورة التحريرية المناضل العربي بن مهيدي الذي أمره بالتوجه إلى المغرب خشية اكتشاف فرنسا لأمره، واستطاع أن يفك وينقذ الثورة الجزائرية عبر تمويله ودعمه للثوار الجزائريين بالسلاح من خلال مصنع السلاح الذي شيده بالمغرب، وهو المصنع الذي وهب له كريم الخطابي أرضه في إحدى اللقاءات به بالدار البيضاء. استطاع مسعود زوغار أن يخفي أمر المصنع عن الجميع ويمد الثورة الجزائرية بحوالي 20 طنا من المتفجرات، وهي العملية التي قال بشأنها مؤسس المخابرات الجزائرية عبد الحفيظ بوصوف لرشيد: قد أنقذت الثورة بهذه العملية. كما اشتهر مصنعه بإنتاج سلاح البازوكا وتهريبها إلى الجزائر. يرى الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور سمير محمود قديح أن علاقة زوغار مع الأمريكيين أسهمت في إعطاء نفس جديد للثورة الجزائرية، خصوصا علاقته بعميل السي اي اي جيمي أوبال أو ما يسمى العميل ثيودور، الذي تعرف عليه في المغرب سنة 1955، والتي كانت مهمته تقديم المساعدة الأمريكية العسكرية للحركات التحررية، إذ نجح زوغار في توطيد العلاقة معه وخلق خط سري من أمريكا إلى المغرب تهرب عبره قطع الغيار الحربية والمتفجرات الموجهة إلى المصنع، وهو الخط الذي ظل تحت حيز الخدمة إلى غاية انتهاء الثورة، وأصبح جيمي الصديق المقرب لزوغار ليبدأ معا في تسطير الملاحم الاستخباراتية. بعد الاستقلال يذكر جيلاني صغير الذي كان زوغار قد كلفه بتسيير مصنع السلاح في شهادته بأن مسعود زوغار أمرهم بالدخول إلى وجدة والقيام بتفكيك المصنع وردم آلياته تحت التراب، لتنتهي بذلك قصة هذه المؤسسة التي أدت مهمتها بنجاح. لم يكن المصنع الذي أنشأه للسلاح بالمغرب في الخفاء طريق زوغار الوحيد في تموين جيش التحرير الوطني بالسلاح، فقد كانت قاعدة النواصر الأمريكية بالمغرب نقطة انطلاق لعمليات التهريب التي قادها زوغار لفائدة الثوار الجزائريين، إذ يذكر المؤرخ والعقيد الجزائري أحمد عظيمي أن زوغار قام باختراق القاعدة الأمريكية بمنطقة النواصير المغربية وإقناع الكثير من الضباط الأمريكيين بتدعيم الثورة الجزائرية بالسلاح، وقام بجلب عمال أجانب من دولة ألبانيا ومهندس أمريكي للعمل على مشروع إنشاء مصنع للمتفجرات بالحدود الجزائرية المغربية، وأنه نجح في شراء جهاز إرسال متطور للبواخر من القاعدة الأمريكية استعمله الثوار الجزائريون في إنشاء أول إذاعة جزائرية بمنطقة الناظور المغربية. ولم يقتصر نضال مسعود زوغار على الإمداد بالسلاح وتهريبه إلى الداخل الجزائري، إذ يشير محمد حربي في كتابه جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع إلى أن مسعود زوغار تمكن من التوغل في مكتب الرئيس الفرنسي شارل ديغول من خلال نجاحه في إقناع عقيد فرنسي بالعمل لصالح الثورة الجزائرية، وبات هذا الأخير يمد رشيد كازا بجميع الأخبار التي يعرفها مكتب الرئيس الفرنسي. وفي ذات السياق يكشف الدكتور أحمد عظيمي أن زوغار نجح في وضع جهاز تنصت في مكتب الرئيس الفرنسي، ونجح في إقناع سكرتيرته بالعمل لصالح المخابرات الجزائرية. ولكن كيف صار مسعود زوغار صديقا لزعماء العالم؟ بعد الاستقلال طلب مسعود زوغار إعفاءه من الجيش ليقوم بالتفرغ إلى أعماله ونشاطاته الخاصة، وخلال تلك الفترة استطاع مسعود زوغار الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الأمريكيين بعد استقلال الجزائر، وتحول إلى رجل أمريكا بالجزائر، وهو الأمر الذي زاد من علاقة الرئيس الجزائري هواري بومدين بمسعود زوغار التي وصفها المعايشون لتلك الفترة بالعلاقة الخاصة، وذلك بعد أن أصبح منزل مسعود زوغار إقامة لهواري بومدين في نهاية الأسبوع. وكان زوغار يدخل على الرئيس الجزائري دون إذن أو مرور على التشريفات، وزار الجزائر شخصيات عالمية كبيرة في السبعينيات كانت تربطها علاقة صداقة مع مسعود زوغار، أبرزها رجل الفضاء الأمريكي فرانك بورمان الذي التقى الرئيس بومدين وأثنى على مسعود زوغار. تشير التقديرات التي نقلها تاج مود
على شخصيات عاصرت الرجل أن ثروة مسعود زجار بلغت ملياري دولار في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. فعلاوة على مصانع الحلوى واللبان، اقتحم مسعود زجار سوق النفط لتضخ عليه تلك الأنشطة ملايين الدولارات، وكانت طائرته الخاصة وسيلة تنقل للمسؤولين الأمريكيين. وفي تحقيق لقناة الشروق الجزائرية حول شخصية مسعود زجار، كشفت القناة عن سلسلة العمليات التي قادها زجار لفائدة نظامه وارب مدين، بدءا بانقلاب 19 جوان 1965 والدور السري الذي كلفه به هوارب مدين في حرب 1967 لإعادة العلاقات بين الجزائر وأمريكا، إضافة إلى إنجازه الباهر في تحرير الأسرى الأمريكيين من الفيتناميين سنة 1968، ومساهمته القوية في تأميم المحروقات من خلال عقد شركة البازو الأمريكية سنة 1971، وصراعه مع هنري كيسنجر الذي أوشك على إذكاء نار الحرب بين الجزائر والمغرب سنة 1975. لكن رشيد كازا ألجمها وأطفأ نارتها في دور استخباراتي أجهض به فخ الحرب. ويضيف التحقيق أن مسعود زجار قام بجلب مشروع لامتلاك الجزائر للسلاح النووي، غير أن الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد رفض هذا المشروع رفضا قاطعا، ليقوم مسعود زجار ببيع المشروع إلى الرئيس العراقي صدام حسين. هل تمت تصفية لغز المخابرات الجزائرية؟ سجن وإقامة جبرية؟ يذكر الصديق الركش في كتابه سي زجار الأيقونة الجزائرية أن مسعود زجار عرف بعلاقته وصلته بشخصيات أمريكية مهمة، أبرزها الرئيسان الأمريكيان ريتشارد نيكسون وجورج بوش الأب، والذي كان مقربا منهما، غير أنه بوفاة الرئيس الجزائري هوارب مدين سنة 1978 وتولي الشاذلي بن جديد قيادة البلاد بعد سنة من ذلك، دخلت حياة مسعود زجار في رواق جديد. كان الصراع بين جناح هوارب مدين والشاذلي بن جديد يلقي بظلاله على تلك المرحلة، إذ يفيد الطيب بلولة في كتابه محاكمة زجار أن الشاذلي بن جديد شن حملة على المقربين من بومدين، فكان مسعود زجار في دائرة المستهدفين. فلم تمضي سوى 3 سنوات من تولي الشاذلي سدة الحكم حتى شنت حملة اعتقالات ضد أنصار بومدين، وكان زجار واحدا من المستهدفين ليعتقل ويحاكم بتهم خطيرة. يذكر المحامي حميدي قودة في تصريح صحفي بعد 20 سنة من وفاة زجار أن الجنرال المتعاقد العربي بالخير كان وراء تحريك دعوة قضائية ضد الراحل مسعود زجار، يتهمه فيها بخيانة الوطن والعمالة للمخابرات الأمريكية، إضافة إلى عدة تهم أخرى منها المساس بالاقتصاد الوطني والرشوة. بعد 33 شهرا من الاعتقال، أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة حكما ببراءة مسعود زجار لينتقل للعيش بين أمريكا وإسبانيا، غير أن ملف استهدافه لم يطوى. ففي مساء 21 نوفمبر من سنة 1987 يعثر على مسعود زجار مقتولا بأحد فنادقه في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد ساعات قليلة من تناوله طبقا مسموما حسب ما أعلن عنه، لينقل جثمان مسعود زجار إلى مسقط رأسه بالعلمة، حيث أقيمت له جنازة رسمية.